لنعمل السمسمية رح يكون نحن بحاجة لأربع أكواب من السمسم، نص كوب مي، 2 كوب سكر، 2 معلقة كبيرة من العسل، ومعلقة صغيرة من الليمون. سهلة والله، هاي مقاديرها قليلة. طيب شوفي، أول حاجة هنعملها هنحط المية والسكر على النار. أوكي، بس أنا هعمل نص كمية. طبعا دي الكمية اللي هنطلعها دلوقتي هي الكمية اللي مكتوبة. أوكي. يعني أنا اللي الكمية اللي عملها من الأول 4 كوبايات سمسم، دي هنعملها نص بس. سمسم هي 500. سهلة خالص. وربع كوباية مية. عندنا معلقتين العسل. أوكي. وهنحطهم على النار وهنسيبهم لغاية ما لغاية ما هيبتدي يعني هيبتدي يتغير لونه. أوكي. يعني هيبتدي يبقى أصفر مش ذهبي أبداً، بس يعني ما بقاش أبيض، هيبتدي يبقى لون تاني غير الأبيض. ساعتها بروح طفي النار، نطفي النار عليه. طيب شايفة أنا مستنية بس الـ الشعرة الصفرة دي تبتدي تبان. طب يلا خلاص، عايزين نقول السمسم يعني بتقدروا تشتروه محمص أو بس علشان تبقى ألذ حمصوه طازة. يعني لو جبتوه ني وتحمصوه أنتوا في الفرن قبل ما نعمل السمسمية على طول كتير بيبقى أحسن. طيب كتير زاكي. طيب كيف بنحمصه؟ بس بالفرن؟ بس بالفرن، ولا شيء في صينية بنحطه في الفرن وبنقلبه تقليبتين كده لغاية قد ايه بيقعد بالفرن تقريبا؟ على حسب درجة الحرارة، قد ايه بياخدش وقت يعني. ياخدش وقت كتير. عايزين ندهن الصينية اللي هنستعملها. يلا. اوكي، فهندهنها بس بشوية برشة زيت او رشة زبدة. المهم ايه، لازم نرش يعني لازم ندهنها. أوكي. دلوقتي هناخد بقى الشربات وهنحطه او القطر اللي عملناه وهنحطه هنا. أوكي. وهنقلبه مع السمسم في السريع. يعني بصوا بس عايزاكم تشوفوا يعني شوفي من قبل لسه ما نعمل فيها حاجة هي بتبقى كده شايفة. فهناخدها نحطها في الصينية زي الهريسة من مدها يعني. بنمدها طبعا. بظبط كل حبه بحبتها لو بدنا. لا يعني لا ما هي بتتفرد علشان خاطر بعد كده تقطعيها، فحتى لو فردتيها في حاجه اكبر مش مشكله. يعني انا اللي انا عاملاهم من الاول شايفه هي كده اهي كده. احنا مثلا دي الحدود عندنا في الصينيه بنقفلها كويس، والسمك بقى اللي احنا عايزينه احنا بس لازم نشتغل فيها بسرعه. ليه بتيبس بسرعة؟ بتجمد بسرعة. طب سؤال، هاي خلص جهزت للأكل؟ بس هستنى عليها لا تنشف. لا هستنى عليها دقيقتين تقريبا وهقطعها، ما اقدرش برضو استنى اكتر من كده. بتنشف اكتر؟ بتنشف، بقدرش اقطعها. فخلاص هي كده انا زبطتها. ده هنستنى بس عليه دقايق زي ما قلنا، ودول ودول اللي انا عاملاهم من قبل كده شايفة مقطعاهم، شايفه مقطعاهم بس لسه شويه لازقين، بس اخد الخشبه يلا ارصهم عليها. شكرا للمتابعه، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.